صباح وطن، صباح عزة، صباح كرامة. المتحدث أبو شجاع الكناني، أخ أول شهيد سقط في محافظة واسط. رسالتنا اليوم لا عندنا مطالب ولا عندنا مواعيد، وما نلتزم بأي مطلب وما نلتزم بأي سياسي وعدنا بعد الآن. اللي عندنا مطلبنا مو مطلبنا، فرضنا واضح، فرضنا واضح. أولا دم أولادنا برقبة الحكومة، هاي رقم واحد. رقم اثنين إسقاط نظام. ما عندنا لا مطالب ولا ضحكون علينا بعد بقاء ولا بقطع ولا برواتب ولا عاطلين عن العمل، كلها ما محتاجه الشعب العراقي، ما محتاج. لكن أنا إيش أقول لكم وصيتي لنفسي، وصيتي لهالجمهور هذا اللي كلهم طلعوا على مود حسين ومؤمل ومصطفى وآدم، وصيتي لهم الممتلكات ممتلكاتنا، القاع قاعنا، السما سمانة، نحافظ عليهن. ورسالة القوات الأمنية، الحكومات تذهب وتروح، لكن الوطن ثابت، فحافظوا على أولاد وطنكم. لكن إن وقع بيننا وبينكم السيف إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد إسقاط النظام. النظام ليس بشخص أو سلطة معينة أو حزب معين، النظام بصورة عامة. نحن نريد تغيير دستور وتغيير قوانين، قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات. والدستور العراقي برمته يجب أن يتغير. تغيير. كلا للإصلاح، نعم للتغيير. حكومة فاسدة يجب تغييرها. والشعب طلع بعفوية، مظاهرات عفوية، مطالبة بحقوقه المشروعة. أولا إقالة الحكومة، حل البرلمان، انتخابات بإشراف دولي. إسقاط النظام وتغيير تعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة، هذه مطالبنا الرئيسية. حل مجالس المحافظات لأنها حلقة زائدة ومجرد ما هدر للمال العام. باسمي وباسم شهداء أهالي الكوت نطالب الجهات العليا بتنفيذ كافة القضايا اللي تهم الشعب، ومنها توزيع الأراضي إلى كل المستفيدين منها. أنا أريد الوطن لو ما تتلفنا بعلم وتفن أثار الجوع، ميت تران بوطن خيراته توصل علي وأطفاله جوع تلوع. قمت استحي من الدول لو قلت عندي وطن وثاب الوطن موجوع. قمت استحي من الدول لو قلت عندي وطن وثاب الوطن موجوع. ملاحظة، هذه المظاهرات ليس لها قيادة ولا هناك أي مسمى، خاف أحد يركب الموجة. فمظاهرة شبابية ناجعة عن قهر ووجع الوطن، وجع شبابنا، المشاريع المعطلة، الشباب المعطلين، العطالة، البطالة، أزمة السكن، أزمة الصحة، أزمة التعليم، كل هاي الشغلات هاي الشباب اليوم نزلت. فإذا ماكو قائد لهاي المظاهرة، وأي واحد يقول أنا مثل المتظاهرين قل له لا، أنت ما تمثل أي واحد، مثل نفسك فقط فقط فقط. إذا نحن الآن هنا في هذه الساعة التظاهرة كمتظاهرين سلميين، نؤكد على تظاهرة السلمية، تظاهرة سلمية من الألف للياء. القوات الأمنية قوات إخواننا وكلهم أهلنا. إذا لدينا مطالب، لدينا أوجاع، لدينا هموم على الحكومة المركزية. هنا في هذه المظاهرات فقط الشرعية، على الحكومة المركزية أن أما ترحل وأما يكون هناك تغيير جذري في الدستور في مكافحة الفساد والمفسدين. على الحكومة أن ترحل. هنا نداء إلى السيد رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعتبر هو الحامي الأول للدستور، عليه أن يقوم بحل البرلمان والحكومة والذهاب إلى حكومة انتقالية لمدة 6 أشهر مع انتخابات برلمانية جديدة، على أن تكون الانتخابات غير خاضعة لأي حزب وعدم دخول الأحزاب الموجودة الآن في الساحة،
كلها بأي مسمى. نطالب أيضا بحكم رئاسي، فلنلغي الأحزاب، فلنلغي البرلمان، نلغي مجالس المحافظات، نلغي مجالس البلدية، نلغي مجالس الإسناد، كلها حلقات مفرغة، كلها حلقات لسرقة المال العام. كلمتين حسب بالهم ذن مالاتهم يعبرن علينا بعد ما يعبرن. موازنة 2014 يا نور المالك وينها؟ مجازر سبايكر وينها؟ الصقلاوية وينها؟ سقوط الموصل وينها؟ جاي تطلع لي تقول افتح تحقيق بشهدائي، افتح تحقيق بهاي الشهداء، افتح تحقيق بملف الموصل. 2003 لحد 16 سنة صلكم رجعتوا البلد صفر، أموالنا كلها تذهب إلى مسعود البرزاني وللأردن ولإيران. كافي بعد 16 سنة صارنا نعلى على أبو الأحزاب، ماكو ولا حزب شريف، كل الأحزاب فازت بلا استثناء، الشعب هو قائد. كافي بعد، ما يعبرن علينا. الثورة صارت فيها دماء، دماء الشهداء لن تذهب سدى. الواوش كان تافخ والأسد مشبوك، الأسود ذولة، الواوش كان تافخ والأسد مشبوك، ما خلى دجاج الليل كله يبوك. هم شايف دجاجة عارس كلها صقور، هالبوغل عندكم ردوها، هالبوغل ردوها، هالبوغل عندكم. اليوم خرج جماهير واسط تطالب بإقالة النظام الفاسد. ما عندنا أي مطلب، لا نريد كهرباء ولا نريد مي ولا نريد تعيينات، نريد إقالة النظام الفاسد، الحكومة الفاسدة، وغلق 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 مجلس محافظة ومحافظة واسط من قبل الشعب، من قبل الشعب. وبالنسبة للشهداء اللي راحت، والله يحاسبون القائد ووزير الدفاع والمحافظ واسط وجميع قيادات بالدولة العراقية. بالنسبة للأحزاب فاسدة، ما اجى حزب البارحة، خطاب عبد البارحة، الخطاب مال العاطل عبد المهدي العاطل، عبالنا خطاب بيفد ملحة، خطاب مهمش، انه يقدم. والله لو عندك ذرة من الغيرة، لو صدق انت سيد وعندك غيرة محمد، كان سيد ايراني كان قدمت استقالتك يا عاطل، وجميع البرلمان عاطلين. اذا انت زلمه وقدها القناصين بالحمايه المتابعين، انا عراقي اصيل يا تبعي يا عميل، المن راجع للقناصين، المن بالتحقيقات. اذا انت زلمه قول اكشف، احنا وياك اكشف. كان خاف جبل، كنتوا عايشين بخدول لاعبين بالقهوة على فضهم يا عادل المتابعين، الياس زراية عادل عبد المهدي يا عاطل، خاف الله. شوف هذا الشعب ما تعرفه، شعب اذا انتظر ما حد يوقفه. والله زين، ترى احنا بعد انتهينا، ما تهمنا لا طلقة ولا مسيل الدموع ولا اي شيء. اذا انت والباحث يسولف عبالك قاعد يسولف نسوان، والله السبب الرئيسي حكومة المالكي وحكومات منو؟ العباد. واحد ذبح لك عم كافي عيب، ولكم خزيتونه. اذا انت زلمه هسه وقدها، اريد منك تطلع تقول الجهه القامت وضرب المتظاهرين باقي وين؟ على العمايه. والله نقول كان رسايل وطلاق موجوده، ليش ما تقول الخرساني؟ تخاف؟ قول الخرساني ضربوني غاف. اذا قاسم السليمه، قاسم سليمان قبل المظاهرات اجتاز للعراق مو 4000 جندي مات وزير الداخلية، مو عندك علم وزير الداخلية؟ اسمعني، مو عندك علم لو لا؟ استخباراتكم وين؟ تابع حق لك شغلة واحدة، شوف هاي الشباب كلها طاقة. اذا انت الزلمة واخو خيتك ذب استقالة، عام التاريخ يشهد لك، مو مثل المالكي العصبية عصت الذين كفروا.
اذا انت زلمه ترى هاي الشباب كلها لا تابعين الحزب ولا تابعين لاي جهه، كلها طالعين الضيم. وحق لك شغله، انا رجال متوظف بس الما طالع عليه حقه حق هاي الشباب وحق الشهداء راحوا. الغامه جس محافظات الغاء البرلمان الا شيء، قانون اضحى الغاء، يطلعوهن يخسر ويدق قلب الملاهي ويطلعون فلوس لهم. كافي عيب، ترى ملينا ملينا، ترى النفس صفرنا زين وما نتوقف ولا ما نتوقف. يروح واحد يروح اثنين يروح ثلاثه. الشعب الذي يحب الائمه ويحب الدين، ضحكتوا عليه باسم الدين، ضحكتوا عليه باسم القيم، ضحكتوا عليه باسم الهاي. نريد اسقاط النظام، نريد اسقاط النظام، اسقاط عادل عبد المهدي ووزراء الفاسدين الذين انتجوا الفساد والقذر. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إحنا صار 16 سنة ما شفنا أي عدالة بهاي الحكومة. يعني ابن المسؤول يتعين وابن الفقير والعنده شهادة ما حد يتعين، ما حد يعينه ويقول له أنت شنو. يجيبون عمال من الأجانب وعمالنا يقعدوهم. الشركات النفطية ما حد شوف، ما حد ينتبه لها. الشركات النفطية كل العمالة أكثر من 80-100 دولة عندنا عمالة هنا يشتغلون أجانب. مئات الالاف من الجيوش العاطلين يجيبون هذول الصينيين خريجين سجون، يجيبون من الصين لان اسعارهم زهيده يشتغلون ويخلون العامل العراقي قاعد. هاي العداله زين؟ بعد منين نجيبها؟ 16 سنه ولا واحد حاكمه. وزير الدفاع اللي كلكم تعرفونه خالد العبيدي هز حروشهم بالبرلمان بال 2016، قال لهم انت فلان وانت فلان وانت فلان، ساومتني لو ما ساومتني، طلعوا عليه قالوا هي هاي العداله؟ ليش ما تحجون؟ ها هاي كلها تدرون بيها. زين بعد منين نجي؟ هذا يمنا اقرب شيء عفو الحكومه، بس احنا مو يم بغداد، هاي مجلس محافظه. كل الدرجات الوظيفيه تجي يسامون بيها، اللي يطلع تظاهره قائد التظاهره يقولوا له تعال عفو التظاهره واحنا نعينك، وجماعتنا سووها. انا خريج ماجستير استلم 100,000 بالشهر، والله العظيم وحق هذا اليوم، واللي يعرفني خل تنميه تقاليم 100,000 استلم بالشهر. هاي العداله؟ عضو مجلس محافظه هنا يجي لا مقدم حاط رجل على رجل مكنك ثلاث سنه يجاخذ له 3 ملايين ونص ما ندري. واردات البلد وين تروح؟ النفط، الضرائب، الرسوم. هاي هذا صاحب التاكسي المسكين يجي على التاكسي حولوا له الا سياره تحول غاز 600,000. يعني صارت الدوله صارت يعني هاي الوزارات مال الدوله عباره عن مكاتب تجاريه، مكاتب تجاريه. احنا طالعين اول شيء الغاء مجلس محافظه، مرخصتك الغاء مجلس محافظه، الغاء مجلس النواب، الغاء قانون رفحاء اللي اخذ ميزانيه العراق كلها، الغاء قانون هذول السياسيين اللي ما ادري منين اجى، هو باك الصدام جاي صاير لي سياسي. وين لاقيه هاي؟ تعال بيك حظ، تعال قدم على التعيينات، حالك حال الناس وتعين. حكومه اثبتت فشلها، الحكومه اثبتت فشلها، لان جابوا الوزراء كلهم احزاب وطائفيه واللي عرفوا واللي ما يعرفوا، وهم مو كفاءات. نهايه الحديث، حكومه افشلت نظامها. هسه احنا نريد اسقاط النظام، تغيير النظام. اولا الرئاسات الثلاث قاعد تاخذ اموال من الموازنه 43%، يعني الشعب اشتطوا. يعني مجالس المحافظات تاخذ رواتب، أعضاء مجلس البلدي تأخذ رواتب، الدراسات الثلاث تأخذ رواتب، ورواتب ضخمة. المتقاعد يأخذ 200,000 دينار، المن يطيها؟ المن يطيها؟ استنزفت كل ميزانية البلد. أخوان أريد تغيير النظام، تغيير النظام، ما أريد نظام، ما أريد هذا النظام، النظام هذا دمرنا 16 سنة ما شفنا من عنده كل خير. اليوم طالعين حتى نسقط النظام، ما نريد حلول ترقيعية بعد، تعبنا من التسويف، تسويف ووعود بعد ما نريد. بلد منهوب، مسلوب، عطالة، بطالة، شهادة قاموا الشباب بعد حتى ما يعترفون بالشهادة. معامل وقفت، مصانع وقفت، زراعة وقفت،
كل شيء انتهى بالعراق، كل شيء توقف، كل استيراد من الخارج. اليوم نريد سيادة شعبية جماهيرية، نريد حكم رئاسي، بعد ما نريد برلمان. كافي نهب، كافي سلب. أحزاب ما كلا كلا للأحزاب، كلا كلا للأحزاب. اليوم نريد العراق هو يتسيد، شبابنا هي اللي تسيد، طاقاتنا ترجع، صناعتنا ترجع. كل استيراد من برا ومن إيران. إيران دمرتنا إيران. بس قنادرهم هم ماخذين أكلنا، ماخذين فراشنا، ماخذين مكاننا، بس إحنا نلبس قنادرهم. شنو ذنبنا؟ ليش؟ عراقنا وين؟ نريد وطن، نريد وطن. مظاهرات شعبية شبابية عراقية من رحم المعاناة. لا تقولون مظاهرات فوضوية وبها مندسين ومدري شيني، هاي السواليف مليانة من عدم من 2011 2015 2019 2018. احنا عندنا مطالب مشروعة ومعروفة، الكل يعرفها، ما نريد لا خدمات وما نريد لا سبيس ولا تبليط وهاي السوالف الكذب. نريد إقالة الحكومة، هاي واحد. إسقاط الأحزاب السياسية في العراق، هاي اثنين. تعيين هاي الشباب ها شوف ابو علي كمل حديثك. هاي الشباب العراقية خارج ضد الأحزاب السياسية، ضد حكومة عادل عبد المهدي، اسقاط الأحزاب وليس النظام. النظام احنا نسوي بيدنا ونثبته الأساس مالته، فنريد نسقط أحزابهم. المظاهرة هاي شعبية ما بيها لا قيادة ولا أي واحد، اللي يقودها الشعب. اليوم الشعب لأول مرة منذ 2003 لحد الآن نزع رداء الأحزاب. لا تيار صدري، لا تيار الحكمة، لا النصر، لا أي ائتلاف. مظاهرة شبابية. الآن الأذان. مطالب الشعب تتلخص بكم نقطة نريد نوضحها للعالم كله، وخلي يسمعنا، خلي يسمع العالم مطالب الشعب العراقي كله، واحنا من ضمن الشعب العراقي. اولا نريد وطن حر، وطن حر، وطن حر. نريد العراق له هيبته وكرامته. اول النقاط تاليف حكومه مستقله، لا احزاب، لا طائفيه، اي حواجز ما بيناتنا، هاي اول وحده. ثانيا اقاله البرلمان، اقاله البرلمان، تغيير الدستور، اقاله البرلمان، تشكيل حكومة مؤقتة تضمن انتخابات حرة نزيهة للشعب العراقي. العراق كله دائرة انتخابية واحدة، لا دخل للأحزاب السياسية ولا التيارات الدينية ولا أي أفكار متطرفة في العراق. العراق بلد الكل، العراق بلد الكل، من الفاو إلى آخر نقطة في شمال العراق. لا وجود لشخص أفضل من شخص. لماذا أنتم وأبنائكم تجعلون السياسة وراثة فيما بينكم؟ لماذا أبنائكم في الخارج يعيشون؟ إذا واحد صدع راسه بالعراقي وين يروح؟ يروح لبنان، ما يداوى بالعراق، ما يشرب علاج العراق، هذا ما يشرب مي العراق أصلا. ليش العراق مو حر بلده؟ أنا يفتشني واحد مو عراقي بكربلاء يرد الرزرز الإمام الحسين؟ يفتشني واحد مو عراقي؟ كلكم يا الفتشكم بكربلاء عراقيين، فتشاكم احشى الله عليكم. إيراني هاي مو كرامة العراق، ما تمس السيادة والقدسية اللي يحشون عليها. ما نريد اي حزب يتدخل بهالمظاهرات، مظاهرات شعبيه عامه لكافه العراق والطبقه العامله اللي تسمونها انتم تطلعون المتعلمين الفلسفه البلوراتاريه، بس بهاي احضان حيلي.
اولاد حزب الدعوه ذول المثقفين يسوون نفسهم الفلسفه كيف لا تعرفهم زين رفحه يستلم 12 مليون وهو قاعد ببريطانيا 12 مليون وبريطانيا قاعد يا شاب يا المجاهد انا لو انت انا جاهد تبك الصدام وعايش هنا بالحصار وانت تجاهد وين؟ تجاهد بنوادي بريطانيا وسويسرا بالملاهي السويسرية جال انا كلت خبز يابس انا كلت خبز العباد وخبز الذرة انت ما كلت انت عايش على الكريسبي عايش على الكنتاكي البريطاني والامريكي انا هنا تجاهدت مو انت تجاهدت تستلم من يمي هذولك يا ام السياسيين يا اما ميتين يا اما ما حد ببالهم الحقيقيين يا اما هذول كانوا عايشين بالخارج هم المستولين على الحكم اي حي واحد خارجي انت هاي نصيحه خلي يسمعها الكل من يمي ما حد كان عايش بالخارج يجي يحن عليك ويحكمك عدل كل المن كل ولا على الدوله كان عايش بيها اي دوله عايش بيها كان الخارج كل هم حقهم حقهم ليش يجي لان يدين للدوله ربته يا ربته الخارج الاحضان ربته الدول انت هسه جاي تحكمني تعلمني انت تعلمني هسه نظريه اقتصاديه انا اللي علمتك الاقتصاد انا هنا علمتك اقتصاد وانت رحت شارد من ظلم صدام حسين انا واجه صدام حسين مو انت انا هنا امي وابوي ماتوا بدون دواء بالحصار وانت كله قاعد بالنوادي سويسرا وبريطانيا اليوم اهالي واسط خرجوا بشيبها وشبابها يطالبون باسقاط جميع الأحزاب لأن هذه الأحزاب جميعها بدون تحديد جميعها هي فاسدة فاشلة سببت دمار العراق بكل أطيافه بكل مؤسساته بكل دوائره بكل جوانبه السياسية والاقتصادية ما أدى إلى تدهور الاقتصاد العراقي زراعة ماكو تجارة ماكو صناعة ماكو قامت الدول الأخرى مثل الأردن تقوم الحكومة العراقية بتمويل الأردن خلال هذه السنوات من 2003 ولحد الآن بترول نفط ينقل من الحكومة العراقية إلى الأردن والأردن عايشة بثروات العراق لكن العراقي يعيش أنقص عيشة يعيش في أراضي حواسم ياكل من حتى من الزبائن الموجوده والنفايات الموجوده يطلب منها اسقاط الحكومه وليس اسقاط النظام اسقاط النظام يعني الفوضى وانما اسقاط الحكومه هذه الحكومه الفاسده لا تمثل الشعب العراقي لا تمثل الشعب العراقي ما ادت الى تدهور الشعب العراقي واسقاط البرلمان وتحويل البرلمان وتغييره من حكم برلماني إلى حكم رئاسي هذا مطلب جماهيري بالإضافة إلى المطلب المهم هو القصاص العادل من القناصين الذين قتلوا أبناءنا الذين تجاوزوا حتى 10 أشخاص وكانوا من خيرة أبناء واسط. نحن أبناء محافظة واسط خرجنا في هذا اليوم نصيحة لحكومة عبد المهدي وعبد المهدي وحثالته يخرجون بالة أحسن لهم والله العظيم يكون مصيرهم مصير صدام حسين بهذلونا مواليد 30 ومواليد 47 تشتغل طواسة بالعمالة وولدهم أبناهم عتم مكاتب صاعدين بالمونيكات وآخر موديلات ومن القصورات وما كانوا حرامية سراق مجرمين وهسه صاروا سياسيين كل واحد كبر سبحمية واحد وشوى قصته بتربه واحنا نعرفهم واحد واحد يعني يلبس نطيهم 10 اوراق اللي يطيهم 10 اوراق يلبس ابنه واللي يطيهم 5 اوراق يوظفونه واللي يطيهم واحنا ضالين الفقراء والله العظيم باسم اهالي محافظه واسط ما نتنازل يا عادل عبد المهدي شيل حثالتك بالتي يحصل لك نطالب الذين قتلوا ولدنا الكتله ولدنا نريد نطلعهم الحكومه تقول المدسين الحكومه هاي القوات الامنيه مطوقه المكان منين دخل المندس نريد نعرف المندس منين يجي السياسيين وش اسمه ولدهم وين بملاهي بالخارج وولدنا جوا التراب دفنوهم
منو دفنهم؟ هاي الحكومة وهاي الأحزاب اللي جتنا دمرتنا ودمرت العراق، وهذا حال العراق، تراب وما شايفين شيء بحياتنا. احنا هاي الشباب كلها شايفين شيء بيحظ من هاي الحكومة؟ شايفين كل واحد ما بجيبه ربع دينار يفتر. اجت الناس تطالب بحقوقها وتاليتها قتلوهم وبالمستشفيات نايمين، ما حد يمر بيهم، ما حد يشوفهم، علاج علينا احنا نشتريهم، وتاليتها استشهد مدينة الطب. وين الصحة؟ وين الدولة؟ وين الدولة؟ اريد نعرف وين الدولة اللي جتنا ويحجونا. انا اطالب يطلعونا الكتلة وولدنا واسقاط النظام. هاي الحكومة كلها ما اريدها، اريدها كلها تطلع، ما يبقى واحد. كتلوا ولدنا كلهم، يطلعون ولدهم بالخارج متونسه ولدهم، واحنا علينا الضيم، احنا ولد الخايبة علينا الضيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الناشد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حكومته فاسدة، برلمان فاسد، مجلس محافظة فاسد، توزيع قطع الأراضي، محافظ واسط يضحك على الشعب العراقي، يضحك على محافظة واسط. ان هذول الفاسدين هنا مجلس محافظة كله بوق وسلب ونهب املاك الشعب العراقي، املاك الدولة العراقية. يعني هسه احنا وين نطير؟ واجهنا الشعب العراقي مل، قام يحرق بنفسه، قام ينتحر، قام يبوق، قام يستب. منين؟ من هذول الحثالة. من منطلق الإمام الحسين عليه السلام لم أخرج أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. اليوم خرج أبناء محافظة واسط متظاهرين ضد الظلم والفساد. خلال 15 عاما جربنا حكم اللا إسلاميين قادونا إلى الهاوية، فاليوم قرر الشباب أن يخرج بمظاهرة سلمية، وإن شاء الله ندخل عقر دارهم بسلميتنا إن شاء الله. وأنا صارخ 15 سنة متظاهر ضدهم، لكن أرتب المظاهرة بهاي السيارة، هذا الإعلام الحر، سيارتي الخاصة مخليها وقف للعراق إن شاء الله. أسوي المظاهرة واتعب عليها وأجهزها وأكملها، ويجون ذول المنتفعين ويركبون الموجة ويأخذون المظاهرة. إحنا جزعنا من حكومة الأحزاب والمحاصصة، لأن ما دام موجودين هم بس منتفعين بس لهم ولا قاربهم. يعني أنا واحد ابن الكوت أدري، ذيك الليلة صار حديث أحد السياسيين قدامي بأن التعيينات والدرجات الوظيفية بس لهم، يعني كل حزب ياخذ. إحنا طلعنا اليوم لقلع الأحزاب كلها، ماكو حزب بعد. إحنا نريد يحكمنا عراق، عراقي ابن العراق، حكمة تقنقراط، حكومة وطنية تحكم للشعب مو تحكم لمصالحه. أريدهم يحكمون هاي الشباب اللي طلع اللي ما عنده تعيين، اللي الطالب يتخرج ما يتعين. احنا انا بالنسبة لي من احكي وياك انا متعين وعندي راتب، لكن حرقة ودمي يتحرك لهاي الشباب. والله والله ما انام الليل افكر بهاي الشباب منه لإلها. اليوم انا طلعت وياهم وصار من يوم 1/10 لحد هاي انا بهاي الساحة، ورمى علينا القناص من هذا البيت، القناص من هذا البيت، ثلاثة واقفين فوق ويدق علينا القناص، ومن فوق التجهيزات المدرسية يجي من غير جهة. لا اخويا، اجوا قوات الامنية وتحاسبون ان شاء الله، يتحاسبون واحنا نحاسبهم. اليوم الشرطة يقولون احنا وياكم راية واحدة، نقول لهم اهلا وسهلا بكم اذا تشيلون العلم العراقي. شلون احنا شايلين العلم العراقي؟ نقدم لكم العلم العراقي، قدموا لنا ورد نقدم لكم ورد. فانتم ولدنا واخوتنا الشرطه، واحنا اخوتكم وولدكم، رايه واحده ان شاء الله، مثل لبنان مثل مصر عد ما صار الجيش والشعب رايه واحده ضد هاي الاحزاب. وانا اريد تلعنون هاي الاحزاب، واليوم جمعه بالصلاه على محمد وال محمد. Thank you.
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما تبدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. أستاذ العزيز، احنا ما طالبين اشياء هواي، اللي قد طلباتنا خلي يوقف ويقول اني قدها، واللي مو قدها خلي يوقف على صفحه لا يقول اني واني. البارحه يطلع رئيس الوزراء الساعه ب 12 ونص ما عنده شغل، الشعب باقي ينتظر الساعه ب 12 ونص ايش وقت يطلع؟ اللي يقول متواعد له ويا شخص ويطلع ينطيني اصلاحات، انطوني مجال اسبوعين، احنا ايش قد اعطيناك مجال؟ مو كافي بعد، كافي ملينا. احنا اللي طالبين حل البرلمان، هذا البرلمان الموجود برلمان فاسد، فاسد، كلمة الفاسد كبيرة، فاسد. من 2003 لحد الآن 2019 اعطيتونا يا شنو؟ شو خلينا نفتهم؟ شنو اللي قدمتوه للشعب؟ الشعب كتله جوع. إذا أنتم أحرار، إذا أنتم أحرار وعدكم غيرة، غيرة العرب، غيرة العرب قطرة. العراقي قام يبيع نفسه، تعرفون شنو؟ يطلع لي رئيس البرلمان يقول انا راح اذب الستره مالتي وانزل وياكم، انا ما اريدك تذب سترتك ولا اذب غير شيء، ما احتاجك لا انت ولا غيرك ولا غيرك ولا غيرك. اطلب بحل البرلمان، اطلب بحل المفوضيه، مفوضيه الانتخابات ذاك اليوم يطلع يقول خصصنا كذا مليار للانتخابات، اوقف على صفحه انت بالانتخابات، اوقف على صفحه جايك، خلي اكمل هاي المظاهره واطلع اتفاهم وياك بعدين. اثنين، مجالس المحافظات، انا خلي احكي على محافظه واسط، شنو اللي قدمتوا لي؟ من يوم اللي خلوكم الامريكان خلوكم بهاي البنايه القشره لحد الان كل شيء ما مفتهم من عندكم، مخصصات لكم، اولادكم، احفادكم، رواتب تقاعديه، باقين المن تاكلون حرام؟ اكو غير طريقه تقدرون تاكلون بها الحرام، مو بهذا البلد، هذا البلد بعد مو لكم. مجالس البلديه، مجالس البلديه شنو شغلت اخوي؟ تختم لي بس، تختم لي على هاي مال المختار، وهاي هي هاي شغلتك زين. هاي اثنين، ثلاثه، الصحه انت شو تقدم لي؟ اخذ المريض مالتي واروحه ذاك اليوم يقول لي باتريات ويايا بالصحه، باتريات مال جهاز قلب الهولير يقول لي ما عندي. انا متمكن الحمد لله والشكر، اللي ما يعرف يجوز هسه على الاعلام راح يعرف انا متمكن. ليش اخلي ابني بمدرسه اهليه؟ ابو التعليم تعال لي شويه، ليش اخليه؟ ليش شنو الموضوع؟ ليش مدارس اهليه؟ ليش صارت عندنا فضاحه؟ ايش بيها المدارس الحكوميه؟ ابهاتنا وامهاتنا وانا قدامك كنا خريجين مدارس اهليه حكوميه، ليش هالحركه صارت؟ التعليم انتهى، الصحه انتهت، كله انتهى، المن باقي؟ تاخذون رواتب تقاعديه لكم ولاحفادكم؟ الله يقبل محمد. معمل نسيج الكوت ب 5000 مفوض موظف، العفو، موجودين قاعدين وساكتين، ليش ما يقدرون يتعاقدون ويا وزاره الدفاع والداخليه يجهزوها؟ ليش ما بيها بوق؟ على حكايتك استاذ ما بيها بوق، ماشي. تعيينات ما اريد اتعين بكل شيء، كل دوائر الدوله انا مسلمها، انا علي يوسف عطيه الغنيماوي، انا نيابه عن المتظاهرين، المتظاهرين يقولون كل الدوائر ما نريد نتعين بها، عندنا حق للاحدب، عندنا حق البدره، عندنا المنفذ، ذن الايرادات الثلاثه، ذن الايرادات اليجن، محطه كهرباء الزبيديه رحمه الله والديك، ذن الاربعه اليجن، اذا اعين بها ابناء المحافظه اللي عمره 6 سنوات وياي مجلس محافظه اللي عمره 6 سنوات، ما احكي على 150 مليار اللي نشرهم بالفيس اللي ما نعرف مصيرهم شنو، اللي عمره 6 سنوات اذا يطلع من بطن امه يصير بالاول ابتدائي يتحين، كافي بعد، ايش تبدون تصيرون؟ اشتردوا، تركوا مثل عد العرب يقول اللي ياكل المعز يطلع الدباغ، تفهمون هاي الحكايه؟ انا اتمنى انه هذا اللقاء ما ينقطع وينشر، بس والله 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 هاي المظاهرات والله العظيم هاي قاعد يطبقون قول الرسول اعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان نجار، والله العظيم ترى تاليتكم سحل ولو بس انتم ما يخالف، والله العظيم حتى حاويات الزباله ما راح تكفيكم، والله العظيم تاليتكم سوده، كافي بعد، استحوا استحوا استحوا، ولكم هي قطره. عجيب، انا ما اريدك انت المن باقي، مجلس محافظه واسط ما اريدك، الغاء الرواتب مالاتكم الغاء، مو يطلع لي البارحه عادل عبد المهدي يقول لي تجميد يضربني بنج، عداله انا كم ايش بعد ويضحك عليك، كافي بعد كافي.
اللي راح تطول هم 6 فرص فقط. اللي راح يمسوكم هم 6 رسالتي للعادل عبد المهدي ذاك اليوم طلع قال اعطيكم فلان وفلان وفلان، تعطيني 175 وانت بايق مليارات، تريد تعينني جندي حتى اصير خادم الك وابنك بالسفاره، يداوم بالسفاره وبالخارج، تريد تعطيني وصلت قاع وانت ماخذ دوانم، دوانم تذرع وتاخذ، وتعطيني قاع، تعطيني قاع، بس اني عتبي على العالم الجاي تركض على مود قاع، هاي دم الشهداء خطيه لا تساومون، ترى راح الشهداء بواسط تسوى القاع والله تسواها على مود 175 ألف مثل مجد تركض وبالأخير أنت ما مشمول إلا جو التسعين. افتهم ليش جو التسعين؟ لأن أبو التسعين ثار وانت قعدت ببيتك، لأن أبو التسعين وجو التسعين ما يخاف من هاي الدولة وما عنده حزب، لأن ما يردوا قبط الأحزاب، الحزب الفلاني 55 ألف، الحزب الفلاني 60 ألف، وخلنا أوصل لكم رسالة لاخ إذا سقط هذه الدولة. يا شعب خافوا من شغله، ترى الاحزاب راح تصير سلابه، ترى الاحزاب راح تصير سلابه، مو عبالكم احنا راح نسقط هاي الدوله ونسكت، احنا مو شخصيه عادل عبد المهدي، لا احنا عندنا احزاب، كل حزب عنده دبابات، لا تصدق يعوف دبابته ويرجع يقعد يمك، وكل حزب عنده سلاح، راح شو يصير؟ راح يطب لبيتك ياخذ حصتك التومينيه، راح يطب لبيتك ياخذ راتبك. فانت اذا تريد الطالب صح، احنا ما نريد هذا عادل عبد المهدي، ترى عادل عبد المهدي عباره عن لعابه، عبارة عن لعابة جابتها 4 كتل وانتم كلكم تعرفوها، كل من عنده 50 و60 برلماني، فهذا عادل عبد المهدي عبارة عن آلة بيدي، الطوط كم مليار قالوا له وزع، قال لهم هاي ما تكفي، قالوا له 150 نفر نسكتهم اليوم عوائلهم راح ما تطلع، فضربوا 150 نفر في 6 في 7 قالوا ذولا ما يطلعون. فرسالتي للشعب العراقي لا تساوم دم الشهيد على مود 175، استحي 175 عمالة 3 ايام 4 تطلعها، استحوا عيب من دم الشهداء والسياسيين. خلنا اقول لك شغله وحده، هذا الشعب وحده طلع، هذا الشعب وحده طلع، لا تركب موجه، لا تطلع بالتلفزيون يقول انا وياهم، لا تقول انا ويا الشعب، انا طالع ضدك، انا طالع عليك، لا تطلع بالتلفزيون وتقول انا وياك وانا ما ادري شنو، لا انا طالع ضدك، طالع على السني وعلى الشيعي وعلى الكردي اللي بالبرلمان وعلى حزب الشيوعي وعلى كل حزب موجود، لا تطلع بالتلفزيون وتركب موجه وتقول هذا الشعب انا وياه والضامن وتوقف لي 5 دقائق حداد، هذا ما يفيد، ما يفيدك. بس رسالتي للشعب اذا سقط هذا النظام حصلوا بيوتكم من الاحزاب، اذا سقط هذا النظام حصل بيتك من الاحزاب، ترى يطب ويسلبك. بس يا ريت انه ما تظهر هاي الاشخاص. طب ورا اسمه هاي دقيقه.